وما بدل تبديلا. اخويا سمير ديلو يعرف جيدا وانا الوالدة من ضمن الحاضرات معاكم، يعرف جيدا انه الوالدة وامي زكية ككل الامهات تعبت وحفات وتوات المسافات بين منزل بورقيبة وسجن سوسة. ناس تمشي الحبس، ناس تمشي لسوسة باش تتنعم ببحرها، وانا امي تمشي لسوسة باش تشقى بالعربية. اللي صار على معمل الجلد وباش تتسوى وضعية المستشفى، كلها هذه المطالب ما زلنا مصرين عليها، وبإذن الله باش نتعاونوا باش تنجز. نحن منزل بورقيبة نعرفوها وتعرفنا بأحيائها وبعائلاتها، لأننا نعرف شنو واجبنا نحوها، ولا يمكن أن ننكر جميلها علينا. نحن في منزل بورقيبة اليوم باش نواصلوا حمل المشعل جميعا. حركة النهضة اليوم تتميز بأنها كنت ونخرج أيدينا متوضئة. الناس اللي يقولون راكم ربحتوا وغنمتوا، قولوا لهم مش صحيح. اللي ربحناه محبة الناس ومعرفة الرجال، ولكن خسرنا حاجات الناس اللي ما تعرفهاش وما تتطمنهاش. خسرنا أوقات سعيدة مع عائلاتنا اللي تحرمنا منهم في الليالي وتحرمنا منهم وقت اللي يحتاجونا، ولذلك نقدموا لهم اعتذارنا اللي ما لقوناش وقت اللي حبوا يعيدوا علينا، واللي ما لقوناش وقت اللي حبوا. ليش علاش تعتذر بابا؟ احنا مسامحينك. صحيح احنا تعذبنا في الفترة هذه متى 3 سنين، واحد كان يحل الفيسبوك يلقى اشاعات واكاذيب على ابوه. بابا اللي ربنا على كره التجمع، نلقى عباد تتهمو انه تجمعي. بابا اللي ربنا على القضية الفلسطينية وحبها، نلقى عباد تتهمو انه صهيوني وعميل. هذا كله يوجع في القلب، ولكن هذا الكل يهون على خاطر اي واحد مسؤول واي واحد يخدم بصدق باش يطلع عليه الاشاعات والاكاذيب. ولكن في الفتره هذه رغم انها تحرمنا من بابا، رغم انه في العيد ما نلقاوش معانا، رغم انه في الليل كيف نكلموه بابا وينك بابا يقولنا راني باش نبات، تحرمنا منه ليالي. عباد كذبت علينا، عباد قالت اللي بابا بناء عمارات ملك مباني، قالوا لي بعثني انا نقرا في الخارج، انا نقرا لهنا في ليسي ميكس. الى حد الان ما زلت الاكاديمية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنعم علينا باش نراو اليوم للقاء إخوتنا وأهلنا وأحبابنا في منزل بورقيبة.
الحمد لله إن نجدد لقاءنا اليوم مع إخوتنا مع مرحلة جديدة. الحمد لله اليوم ونهز أحمل ثقيل برشا. وانت مع سي جمال قال لكم المشروع هذا ويمشي هزنا القدام، وانا نقول لكم اللي ولادي أمانة عندكم، نقول لكم اللي مازل بورقيبة راهي محبتها مش كلام. مازل بورقيبة باش نخدموها بروحنا وبوقتنا وبكل ما يوتينا من قوة. الوقفة هذه استنيناها أكثر من 20 سنة، والحرية هذه تمنيناها أكثر من 20 سنة، وإحنا إن شاء الله اليوم مع العهد أوفياء صادقون مرة أخرى، ونحو اقتصاد آمن، اقتصاد ساعد، وبلد آمن. فلي أنا مرأة منزل بورقيبة همست برشا، وقصد التهميش متاعها في عهد البائد، ونهبت ثوراتها وفقرت المصانع اللي فيها. اليوم علاش؟ على خاطر بلاد مناضلين، بلاد وقفوا على بلادهم من عهد الاستعمار. اليوم ما ناش بسبكيو على منزل بورقيبة، تنوعنا يلزمنا نقفوا على بلادنا. ينزهرت حتى اللي ولا مستشفى جهوي. اليوم اخوتنا وعدونا وكانوا عند الوعد متاعهم، هي ربت صدق فيها. اليوم تنازلوا في منزل بورقيبة فما برشا احسن جديده، ويرام شبابنا ويخلينا مواكبين لعصر التونغيال وعصر التكنولوجيات الحديثه ان شاء الله. ومعاكم يخف الحمل هذا، على خاطر حمل الجماعه ريش وحمل منزل بورقيبة ريش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استقبل جيل النهضة جاء، أمل الأمة أرضا، ولو أنت رجاء يا أم المستقبل. أنت الأمل الباقي، أنت السند الغالي، كوني بالأخلاق مدرسة الأجيال.